كامل الاسف، مع كامل الاسف. اول شيء كنشكر على الاستضافه وشكرا على المجهود ديالكم باش تنقلوا حتى نتوما ان شاء الله حتى لنا جميع المنابر اللي حاضره. فاكيد الناس اللي جاوا مربط الدار البيضاء فهذا واخا العمل ديالهم، ولكن كيبقى تضحيه لان الطريق طويله تبارك الله. كنا كنتمناو يكون في منطقه قريبه الدار البيضاء او الرباط، ولكن مع كامل الاسف ظروف تهيئه الملاعب. بالنسبه لمباراه اليوم كرويا هذا الطبق نتمنى يشرف المغرب بغض النظر على ما مضى في البطوله. كاس العرش كيبقى كاس العرش، عنده القيمه ديالو، كلشي غادي يتابعوا بين احسن فريقين هذه السنه. كان عندنا تحفظ على الفوز ديال الرجاء بالبطوله، ولكن ان شاء الله كنتمنى ان اليوم جيش ملكي ياكد بالله راه البطوله سرقت منه بطريقه ما. بالنسبه للشغب مع كامل الاسف كان تنظيم محكم على صعيد ولايتي الرباط والدار البيضاء. بصراحه لا في الانطلاق لا في الامور الامنيه في النقط السوداء كان كل شيء على ما يرام. مع كامل الاسف ابتداء من النفوذ الترابي ديال الجهويه ديال مراكش بالتحديد واكادير، الاخوان العساكر اللي بقاو متاخرين بهذا الشيء تلاقاو مع جمهور الدار البيضاء فوقعوا مناوشات واعتداءات اللي ما عرفتش علاش الدرك الملكي ما نفذش نفس التعليمات اللي كاينه في الدار البيضاء او الرباط. تم اكتفاء بوضع عناصر على القناطير، ولكن حنا عارفين ان الناس غاديه في الطريق فنورمالمون خاص دوريات اللي يكونوا واكبهم. ما تمش هذا الشيء وخلى تم اعتداءات والناس بقات واحله، ودابا الناس واقله لا الجمهور الجيش الملكي والرجاء للطرفين. مع كامل الاسف هذا نداء للسلطات لان باقي الوقت وباقي الناس كتلتحق. فنتمنى في الميدان تكون الامور جيده، تنظيم حاليا راه بان لنا الدخول سلس، كل شيء في المستوى. نتمنى كل شيء يبقى الى ما لا نهايه يكون في المستوى، واللي ربح بالكره غادي نباركوا ليه. نقول لك هذا العام، هذا العام تبارك الله بشهاده الجميع وبشهاده ديال المغاربه كاملين بان الجيش الملكي اعطاني بجهده. واش غادي نقول لك، هذه البطوله كانت اللي كانت كنا نستحقوها حنا. راه شفتوا كيفاش داز 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 التحكيم وداز كل شيء. وتنتمناو هذا الكاس العرش لما لا يكون لينا حنا، نتعوضوا بديك البطوله اللي ضاعت لينا حنا. والحمد لله الجيش غني على التعريف، الجيش ديال المغرب المغرب كامل. واللي كنتمنى كتبغي دوز روح رياضيه، والجمهور حتى هو راك شفتو كي راقي كيجايب الحمد لله. الحمد لله ما كاين لا مشاكل ما كاين حتى شي حاجه، الجمهور الحمد لله تيسمع لينا. والحمد لله هذا الجمهور هذا محتاجش للتأطير ولا شي حاجه، هو اصلا هو الجمهور مأطر. وواحد الكلمه اللي بغيت نشير ليها، هذه المقابله هذه نتمنى تدوز بروح رياضيه، فهمتيني؟ حنا كنا مغاربه ضد المشاكل ضد الشغب كلشي. حنا كجمعيه كاعضاء هما خوتي هما معايا كيجيو متجندين. راك شتي شحال دابا ديال الكولوميتراج، كاين مسكين اللي عنده ولادو كاين مسمح في الخدمه وجات بهذه المناسبه مع الاثنين. البرمجه راه ماشي هذيك اخوتي، بين البرمجه راه ماشي ديال الاثنين. هذه المناسبه كتكون السبت، كاين الساكن اللي تيكونوا خدامين الله يكون في عون. كاين دابا مسكين اللي مخلي خدمته وجاي دابا باش يتفرج بهذا الماتش هذا، كتسمعوني اخوتي؟ هذا هو هذا هو المشكل. حنا بيدنا عندنا التزامات وجينا باش نوقفوا في هذا العرس الكبير، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى ما يخيبش الظن ديالنا. وهذه الغاليه كنبغوها حنا من الصغر، وتنقول ديما الجيش الملكي هذه الام الثانيه، كاينه ام عندي وكاينه ام الثانيه هي الجيش الملكي. هذا هو اللي كاين اخويا. كنتمنى ان شاء الله يكون كاس العرش من حليف فريق الجيش الملكي باش نحاولوا نعوضوا ديك النكسه ديال البطوله. في اللعابه راه غيعطيو افون ان شاء الله. اما بالنسبه للمناوشات اللي توقعوا، حنا الحمد لله جينا من الرباط حتى لهنايا، ما تلاقينا مع شي واحد في الطريق ما حتى شي حاجه. باغ كونتخ كانوا شي باقي في الدمي فينال شي ساكنه ديال الدواوير المجاوره هنايا، ما داك الناس ما فهمتش التخلف، ما تيفكروش ان راه واحد الناس كيديبلاصاو عندهم والديهم كيتسناوهم، الدراري كيتشدوا باطل، الامهات اللي كيتعذبوا في الحباسات في الزيارات، داكشي شفنا على عينينا. وكنتمنى ان شاء الله يكون ربي يشاوي الخير، ولكن الكاس كتب لنا مرحبا، ما كتبش لنا راه نسحقوا على اللعابه وروح الرياضيه وداكشي اللي كاين. ان شاء الله يكتب لنا، حتى ربي ما كيبغيش الظلم داكشي. علاش خشبوا طاوله فاسده؟ هذه لا تبين لك واش كاين بنادم ولا ما كاينش. السلام عليكم، هادشي اللي كاين. السلام عليكم وشكرا. ان شاء الله اخويا ان شاء الله. اخويا انا شنقول لك، التوقعات ديالي ديال هذا الماتش هذا مكرهناش الرباح ياك ان شاء الله، بغاتنا كره هي هذيك ما بغاتناش هي هذيك، كتبقى كره. اما بالنسبه للشغب اللي تيقول الشغب شحال واحد تيدوي على جمهور الجيش جمهور الدراجه اش غايديروا، واش غيتابزوا ولا غيتنوض شي حاجه. المهم حنايا ماشي حنا ضد الشغب هذا، فهمتيني؟ حنا ما بغيناش حنا كل نهار نرجعوا ناقصين، كل ديبلاسمون غنرجعوا ناقصين، كل حتى حنا راه تيبقى فينا الحال. حتى حنا راه الله يحسن العون، المهم حتى هو تيتساينو ولا حتى هو الاخر حتى هو المهم حتى تيتساينو. والرباح ان شاء الله ومكرهناش
شي حاجه ما كثر ما كنش التوقعات. حنايا جايين كنشجعوا الفرقه ديالنا اولين غادي نجيبوا الكاس، واخا واخا البطوله نورمالمون كخصنا نديوها، ولكن فهمتي راكم كلشي تفرج كلشي شاف شنو وقع، ولكن الشغب نتمناو جيسبر كو هادشي غيدوز بلا صداع فهمتي، مع واخا كل واحد الفرقه ربحات خسرات كلشي يرجع بحاله للدار والله يعاون ان شاء الله الكاس العرش 13 ديالنا ويكون خير. توقعات 4-0 ولا 3-0 ان شاء الله الفيكتوار الفريق الجيش الملكي وشكرا. لا ما كاينش تروا بوا، كاين الفينال كاين هز الكاس، الله يجعل البركه الله يعاون خويا.